قصتي تم كتبت لاسمه بين الحسن والمهدي هاليوم قفلي بشجونا تدمع عيونا قفلي بشجونا تدمع عيونا وبحسرة مهموم. الحسن زمانا بالعقيدة صانا الحسن زمانا بالعقيدة صانا في سنين نسيت على عرش الإمامة قاسة واجه أصعب أنظمة وما يحني ليها راسه الحسن زمانا بالعقيدة صانا في سنين نسيت على عرش الإمامة قاسة واجه أصعب أنظمة ما يحني ليها راس حامي الرسالة حارب الضلالة حامي الرسالة حارب الضلالة الحذار كل الحذار من أخطر انحرافة من تشيك بالمعتقد وتغير الثقافة بالعقيدة لو تشيك وتغير الثقافة من تشيك بالمعتقد وتغير الثقافة والعسكري في موقفه ثابت في وجه العاصفه واجه رموز الفلسفه فكره واللين حتى في سجن من رسى دور الإمام مارسة بصحاب أسس مدرسة تحمي الدين للجبل ما يخشى أي سيل يكون الجعفري فجرة يشيع لو طول علم العسكري للجبل ما يخشى أي سيل يكون الجعفري فجرة يشيع لو طول الليل علم العسكري اللي اتبع إمامه في دينه السلامة واللي اتبع إمامه
في دينه نفس الزمن عاد حرب الفكر زاد وعلينا والله دور ما هو خافي أفكاره تجي والمبدأ يضيع نغرق في موجة من الغزو الثقافي أفكاره تجي والمبدأ يضيع نغرق في موجة من الغزو الثقافي أنا بعيدة ولعن بعيدة على أقوى عقيدة تجي غزوة جديدة والواجب التصدي شنو أكثر همنا غزوة على خيمنا على باقي قيمنا صار أكثر التعدي أكثر همنا جميع على خيمنا باقي قيمنا صار أكثر التعدي على باقي خيمنا صار أكثر التعدي الحسن زمانا بالعقيدة صانا الحسن زمانا بالعقيدة صانا في سنين نسيت على عرش الإمام قاسم واجه أصعب أنظمة ما يحني لها راس حامي الرسالة حارب الضلال حامي الرسالة حارب الضلال الحذر كل الحذر من أخطر انحرافة من تشيك بالمعتقد وتغير الثقافة العسكري في موقفه ثابت في وجه العاصفة واجه رموز الفلسفة فكرة ويلي حتى في سجنة من غسل دور الإمام مارسة أصحاب أسس مدرسة تحمي الدين للجبل ما يخشى أي سيل يكون الجعفري هجره يشيع لو طول الليل العسكري للجبل ما يخشى أي سيل يكون الجعفري يشيع لو طول الليل يعلم العسكر لاتبع إمام في دينه السلام لاتبع إمام في دينه السلام في دينه السلام نفس الزمن عاد حرب الفكر زاد
زادوا علينا والله ما هو خاف أفكاره جي والمبدأ نغرق في موجة من الغزو الثقافي إن بعيد بلاد وعقيدة تجي هجمة جديدة واجب التصدي أكثر يهمنا ويعلى خيمنا لباقي قيمنا صار أكثر التعدي على خيمنا باقي قيمنا صار أكثر التعدي صار أكثر التعدي من الغرب أقسى تيار في هيئة أفكار ما يجرف اللي يمتلك عقيدة في عهد العسكر كان كل شيء عتبان والمهدي والله الأمن شي لبيدة قرب هالمساء للمهدي المسافة أعظم مدرسة خذ منه الثقافة حتى لو بعيد مكانه يوصل على الناس أمانة عسكري له هدل أعله هبات ولينا العلم سورة ساعة الظهورة نهيد إلينا مهدينا مهدينا عسكري له هد لعله هبات ولينا العلم سورة ساعة الظهورة مهد إلينا ساعة الظهور المهد إلينا من الغرب أقسى تيار في هيئة أفكار ما يجرف اللي يمتلك عقيد في عهد العسكري كان كل شيء عتصان والمهدي والله نشيل بيد قرب هالمسا للمهدي المسافة أعظم مدرسة خذ منه الثقافة حتى لو بعيد مكانه يوصل إلى الناس أمانة حتى لو بعيد مكانه يوصل إلى الناس أمانة عسكري له هاد لعله هبات ولينا العلم سورة ساعة ظهوره مهدي مهدي عسكري له هاد لعله هبات ولينا بالعلم سورة ساعة الظهور مهد إلينا مهد إلينا منين الغرب أقسى تيار في هيئة أفكار
ما يجرف الهم يمتلك عقيم في عهد العسكري كان كل شيعته كان والمهدي والله نشيل بيده قرب هالمسا المهدي المسافة أعظم مدرسة خذ منه الثقافة قرب هالمسا المهدي المسافة أعظم مدرسة خذ منه الثقافة حتى لو بعيد مكانه يوصل إلى الناس أمانه العسكري له مهد لعله غيبة ولينا بالعلم سورة ساعة ظهورة مهد إلينا مهدي مهدي مثابين مأجورين ساعدكم الله يا شباب بالمعرفة والعاطفة أي عاصفة تمر بينا بالمنتظر زال الخطر يسقي المطر أراضينا المطر أراضينا برزية ذكرى عسكرية حربك انت من تبدي بالثقافة يخشى انحرافة اللي آمن بالمهدي الهادي الأسرار في صاحب الثار بالثقافة يخشى انحرافة اللي آمن بالمهدي اللي آمن بالمهدي فرزية فكرة عسكرية حربك انت من تبدي حربك انت من تبدي بالمعرفة والعاطفة أي عاصفة تمر بي بالمنتظر زال الخطر يسقي المطر أراضينا برزية ذكرى عسكرية حربك انت من تبدي بالثقافة انحرافة اللي آمن بالمهدي الهادي أسرار في صاحب الدار بالثقافة جاء انحرافة اللي آمن بالمهدي فرزية فكرة عسكرية حربك انت تبدي والمهدي والله نشيل بيده قرب هالمسا بالمهدي المسافة أعظم مدرسة خذ منه الثقافة